ستعيد المواجهة المرتقبة في يناير المقبل بين الفريق الممتلئ بالنجوم العالميين باريس سان جيرمان الفرنسي أمام نجوم الهلال والنصر لقاء اللاعبين ببعضهم مجددا في فريق واحد. المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر سيرتدي ذات القميص مجددا مع الكوري الجنوبي جانغه يونسو مدافع الهلال بعد أن اجتمعا في فريق غوانزو آر أند إف الصيني. وسيجتمع من جديد المالي موسى ماريغا لاعب الهلال الجديد مع الكاميروني فينسنت أبو بكر اللاعب الجديد في فرقة النصر، وهما قد مثلا سابقا فريق بورتو البرتغالي. هذه المباراة ستضع المغربي عبد الرزاق حمد الله في مواجهة مع مواطنه أشرف حكيمي الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان وصاحب القيمة الأعلى في تاريخ اللاعبين الأظهرة بمبلغ يتجاوز 60 مليون يورو قادما من إنتر ميلان الإيطالي. الأرجنتيني فونيس موري مدافع النصر سيترقب لقاء جديدا مع مواطنيه ميسي ودي ماريا وباريديس وإيكاردي بعد أن مثلوا المنتخب في مناسبات سابقة، والأمر ينطبق على البرازيلي تاليسكا الذي ينتظر مواطنه نيمار ليلتقيا من جديد في مباراة كأس موسم الرياض بين باريس سان جيرمان ونجوم الفريق العاصميين.